السؤال: هل يتم عزل ترامب؟ الرئيس الأمريكي مهدد بالعزل، يعني ممكن ما يكملش فترته. هو استلم 20 يناير 2017، مفروض يقعد 4 سنين، لكن في قضايا وفي كلام خطير، خاصة بعد التحقيق مع محاميه الخاص ومدير حملته السابق، في اتهامات بقى تهرب ضريبي، في اتهامات بانه كان في نفوذ او تواصل مع جهات اجنبيه تحديدا روسيا. الخناق بيضيق حول عنق ترامب. معايا خبيره الشؤون الامريكيه الكاتبه الصحفيه الصديقه العزيزه استاذه حنان البدري من واشنطن. مساء الفل استاذه حنان. ايوه مساء الخير استاذه حنان. اهلا، مساء الخير. عاوز اعرف من حضرتك الاجواء عندك، انقلها لنا في أزمة ترامب، وقال إحنا هنشوف سيناريو جديد علينا إلى حد ما خلال 30-40 سنة اللي فاتوا من عزل للرئيس الأمريكي وعدم إكمال مدته الدستورية. الرؤية الواضحة الآن إن في إجراءات تحمل بعض الجديد في تكتل نحو العزل، وذلك بغض النظر له أسباب معقدة لا تتعلق فقط بمخالفات، ولكن له أسباب تساهم فيها طبيعة شخصية الرئيس الأمريكي الذي عاد معظم التكتلات السياسية المتحكمة إلى حد كبير أو المؤثرة، دعنا نقول المؤثرة، في توجهات الرأي العام الأمريكي. ده أولا. ثانيا، العداء للإعلام الأمريكي دي سابقة لم تحدث من قبل، وهي ليست فقط الخوف منها، ان معظم وسائل الاعلام الامريكيه والتي تقود الراي العام وتوجهات الراي العام تقف ضد الرئيس بسبب اقواله وممارساته، ولكن لانه مس جزء حساس وهام جدا ويمثل احد الاحجار المؤسسه للنظام السياسي الامريكي، وهو التباهي الامريكا بانها قلعه الديمقراطيه وحريه الراي. وتلك هي السابقه التي اشرت اليها في مقدمه الكتاب. الامر الاخر اننا في عام الانتخابات الروسيه للكونغرس الامريكي، هذه الانتخابات مهمه للغايه لان على اساسها سيتم تحديد ربما من القادم الذي سيخلف الرئيس الامريكي في حكم الولايات المتحده، ومن او لون الحزب، هل سيكون احمر ام ازرق، يعني جمهوري ام ديمقراطي. دي حاجه مهمه جدا نضعها في الحسبان ونحن نحلل المشهد العام بوجه عام. انما بخصوص نهايه ما يحدث والانتخابات التي يصارع فيها الحزب الديمقراطي لاستعاده قياده الزعامه في الكونجرس الامريكي، اعتقد ان النهايات ليست ربما كما يريد البعض ان يذهب او يرحل الرئيس الامريكي، لانه حتى لو حدث هذا فنحن امام معضله اكثر تعقيدا، وهي ما هي؟ دخول نائب الرئيس الامريكي الى الحكم، وهذا النائب اكثر تطرفا بشكل يتضاعف امام طبيعه وشخصيه الرئيس ترامب، وايضا سياساته التي دأب عليها منذ وصوله للحكم. لكن ايضا الاقتصاد الامريكي بيعيش اذى فتراته، اعتقد ده ما يكونش مبرر للتغاضي عن اي اتهامات ممكن توجه لترامب بصفه الاقتصاد هو اللغه الحاكمه. دعنا نتفق على مبدا اساسي، وهو ان الولايات المتحده التي تقود العالم باكبر قوه اقتصاديه في العالم كله، الولايات المتحده لن يهز اقتصادها، او خلينا برضو دقيقين، لن ينهار الاقتصاد الامريكي بسبب ممارسات سياسيه تجري على الاراضي الامريكيه حتى لو طالت البيت الابيض. هذه الدوله دوله مؤسسات، لا يقودها الرئيس منفردا، بل يتشارك معه في نظام الحكم، وربما يكون له الكلمة الأعلى هي السلطة التشريعية أي كونجرس أمريكي، وهناك أيضا الحكماء الذين يمثلون الراعين للسياسات الأمريكية.
السياسه الامريكيه توضع كل 10 سنوات عن طريق تقرير استراتيجي يضعه هؤلاء الحكماء ويراجع من الكونجرس الامريكي ويوضع في ادراج البيت الابيض للتنفيذ بغض النظر عن هويه الجالس في البيت الابيض سواء كان جمهوري او ديمقراطي. الاجابه هذا لم يحدث. قد يتذبذب سوق المال كما حدث اول امس عندما خرج الرئيس الامريكي انا اقول يهدد وليس كما قالت بعض وسائل الاعلام يحذر. هذه السوق قد تهتز وانقذت، ولكن سرعان في اليوم التالي ما تصاعدت اسعار الاسهم والتداول في وول ستريت وفي البورصه الامريكيه. يعني الاقتصاد الامريكي لن يهتز بسبب ممارسات، وبالتالي علينا ايضا ان نضع في الحسبان ان الناخب الامريكي بغض النظر ايضا عن كان مطالعا، لان برضو الناخب الامريكي المعتاد مش بيتابع وسائل الاعلام ولا مهتم بالقضايا الخارجيه. نعم. ولا سياسات ترامب. طب فرص عزل ترامب كده اصبحت ضعيفه فقط. فرص عزل ترامب اصبحت ضعيفه. ممكن تعيد السؤال؟ ما سمعتش. فرص عزل ترامب تراها ضعيفه استاذه حنان؟ انا برايي ان فرص عزله موجوده ولكنها لا تتجاوز حتى هذه اللحظه 35%، ذلك لسبب يعني منطقي للغايه. دلوقتي الديمقراطيين عشان اذا حتى فازوا بالزعامه امامهم محتاجين على الاقل 18 صوت من الحزب الجمهوري. الحزب الجمهوري قد يقامر بعضه في بعض المناطق بعينها لا سيما في ولايات الشمال بالتخلي عن ترامب والانضمام للمعسكر الديمقراطي، ولكن هذا في مجموعه لن يكفي ابدا لكي يتم الحصول على الاغلبيه التي قد تمكنه من تعزله. دي حقيقه معروفه، وبالتالي احنا امام مشهد معروف حياته تقريبا. لكن دعنا يعني الا يحصل خلال المدى دعنا نرى. بشكرك المتخصصه في الشان الامريكي استاذه حنان البدري تتحدث من واشنطن. يبقى انت بتتكلم وانت بتتكلم عن ترامب لان ده حديث الصحافه العالميه وجزء من الصحافه المصريه بيتحدث عن ترامب، هل ممكن يتم عزله؟ ما قالته استاذه حنان المقيمه في واشنطن بان فرصه لا تتجاوز ال 35% لان في تعقيدات على الارض، لكن دعونا نرى، خاصة انها بتشير ان نائبه اللي هيتولى السلطة من بعد عجرة عزله هو اكثر تطرفا منه. لكن عايز اقول لك ده بيحصل والاقتصاد الامريكي بيعيش ازهى فتراته وازهى عصوره. الدولار قوي ومكتسح كل العملات الدولية امامه او العالمية خلال الاسابيع القليلة الماضية، ومع ذلك يثار هذا الموضوع. انت امام تاجر بدرجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بينجح أنه يعقد الصفقات التي يريدها أبجني تجدني، إنجاز التعبير، وأنت تتحدث عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وبما أننا في أمريكا لازم نتكلم عن الرئيس الراحل العظيم محمد أنور السادات اللي الكونجرس الأمريكي قرر إهداء ميدالية. عنده الكونجرس من سنة 1767 بيهدي ميدالية سنوية لشخصيات تاريخية أثرت في العالم كله وأثرت في الداخل الأمريكي، وما بيديش الجايزة دي والشخص بيبقى مثلا لسه في الحكم أو لسه عامل الفعل بتاعه اللي هز العالم. لا، ده لازم تكون فاتت سنوات طويلة جدا علشان الأثر يكون واضح. بيتحدثوا هنا عن الرئيس الراحل محمد أنور السادات اللي هو نجح ان هو يحط السلام كقاعدة رئيسية لمنطقة الشرق الأوسط، وان على أساسها قدر يجري التصالح بين أكبر دولة عربية وبين الكيان الإسرائيلي. عاملين تقرير جميل من المصرف أفندي عن البطل العظيم محمد أنور السادات، وانت عارفين ان انا بحبه. خاص مرره الكونغرس الأمريكي بعد أكثر من عام على تقديمه لتكريم الرئيس المصري الراحل أنور السادات بميدالية الكونغرس الذهبية،
والتي تعد أعلى درجة تكريم يمكن للكونغرس منحها لأي شخص على الإطلاق. القانون جاء لتكريم السادات لجهوده البطولية في تحقيق السلام بالشرق الأوسط، يصبح أول شخصية عربية تنال هذا التكريم وثاني شخصية إفريقية تحصل على الجائزة بعد الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا والذي حصل عليها عام 1998. وتعد الميدالية الذهبية التابعة للكونغرس هي أعلى درجة تكريم يمكن لمجلس الشيوخ الأمريكي تقديمها، وهي جائزة تم الإعلان عنها أول مرة في عام 1776 لتكريم المساهمات المتميزة في الثورة الأمريكية، وكان أول من فاز بها جورج واشنطن أول رئيس لأمريكا. ويشترط الحصول عليها أن يكون الشخص المرشح لها حقق إنجازاً أثر على العالم وعلى التاريخ والثقافة الأمريكية. تكريم جديد من العالم جاء في وقته يحيي ذكرى بطل الحرب والسلام الذي تحل ذكرى رحيله 37 في يوم انتصاره في 6 أكتوبر القادم. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. أنا ضعيف أمام الرئيس العظيم محمد أنور السادات، وعندي قناعة وأنا رجل 50 يعني مش طفل كده عبر سبيل، يعني إن لو كان الله قد أمد العمر للسادات 10 سنوات كانت مصر دي بقت في حتة تانية خالص إلى الأفضل. يعني ده الراجل كان سابق عصره. الخيال يا أخوانا، يعني هتكلم لمدة دقيقة رغي شوية، ما أنا برغي بقالي ساعة. الخيال صفة من صفات الحكم، لما يبقى عندك خيال كحاكم وتجيب أفكار لا ترد على جلس بشر، هو ده الخيال. السادات هو الحاكم الأعظم من بعد 52 اللي تمتع بالرؤية والخيال ده، ف10 سنين قلب مصر من حال إلى حال، تخيل. والتاريخ هو بيأكد كل يوم على التاني أن هناك بطل عظيم كان يجلس في سدة الحكم اسمه محمد أنور السادات. ربما تلك الأجيال لم تنصف هذا الزعيم، بس المؤكد ان في سنوات قادمة التاريخ هيقف قدام محمد انور السادات. خلينا نروح للحادثة اللي حصلت في الدقهلية، حادثة مرعبة بكل المقاييس. يعني اب 30 بيرمي ولديه الاثنين 5 سنوات و2.5 سنين في النيل كده، مرة يقول لك انا عندي ازمة نفسية، ومرة يقول لك أنا مش عارف تجار آثار، مش عارف عملوا إيه. الحادثة بكل المقاييس خارجة عن نطاق العقل البشري. يعني ده الواحد بيضحي بروحه اللي هو أغلى ما يملكه الإنسان هي روحه نفسه في سبيل أن يفتدي ابنه أو فلزة كبده زي ما بيقولوا. فأنت تروح بإيدك وتروح قتلهم، يعني هذه الظهور البريئة. حاسة طبعا مرعبة. واحنا ايه بقى الفاتش والهاري على السوشيال ميديا؟ اصل في عصابة لخطف الاطفال عشان ياخدوا تجارة اعضاء. بص في ساعتها عملنا نفسنا محققين وعمالقة وعمالين نحلل ونفتي وبتوع مافيا وعصابات، كان احنا عايشين في اقول لك فين، في الهونولولو ولا في بلاد تركب الافيال؟ في ايه يا راجل؟ في ايه بجد؟ يعني عصابة وعمالة تخطف أطفال وفي الدلتا، يعني مش في الأطراف، مش حتى في الصحراء. والله في الصحراء الأمن المصري هيجيبه، والأمن المصري نجح في فك اللغز فعلا ووجه الاتهام مباشرة إلى الأب. يعني الأمن المصري تحية ليه النهاردة، تحية تانية للأمن المصري اللي نجح إنه هو فعلا يفك اللغز ده. احنا النهاردة في فقرتنا الحوارية بعد دقائق هيشرف لي أستاذ الطب النفسي المعروف الدكتور محمد المهدي. عايز أحلل إيه اللي جرى للأسرة المصرية. يعني إحنا متفقين مع دكتور محمد المهدي مبارح أو أول مبارح، ولسه بقى بنجهز له حاجة.
تفاجأ النهاردة الصبح سيدة بصرية أم واسمها أم رمت ولديها الاثنين أيضا في الترعة، ابن لحقوه رضيع، تخيل الرضيع لحقوه 6 شهور والابن الكبير 6 سنين مات، ده علشان ايه؟ خلافات مع جوزها، وجوزها منحها انها تزور اهلها في العيد، فراحت، ده مش ولاده، ده ولادها يعني، ولاده وولادها يعني، بس ده انت ام. احنا جينا للزمن ده، ايه التغير اللي حصل؟ امتى ده حصل؟ وحصل ليه؟ وحصل ازاي؟ يعني ايه اب يرمي ولاده وام ترمي ولادهم، ولادها تغرقهم؟ الكلام ده بيحصل في مصر؟ حصل في مصر. عندي دايما جملة بقولها، احنا 105 مليون فممكن يبقى في حالات شاذة، بس ده شذوذ خارج عن الفطرة. يعني شذوذ خارج عن الفطرة، الفطرة السوية لا يمكن تقبل ده. ده انت لو البعيد ايه يا راجل؟ مش عارف ده القضاء في احكام، طبعا الواحد ما بيتكلمش يعني ما بيتكلمش عن احكام قضاء ولا كده، بس يعني بتكلم بالحس العاطفي، يعني انك عايز ما هو اعلى من الاعدام، يعني ما فيش حاجه طبعا اعلى من الاعدام. بس هنحاور استاذنا دكتورنا الفاضل محمد المهدي في هذه القصه، اللي عامل دراسه تحت عنوان الأسرة المأزومة على حافة العنف. هنحاور دكتور محمد المهدي بعد الفاصل، بس خلينا نشوف تقرير وزارة الداخلية في أقل من 24 ساعة، أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام بمديريات القاهرة الكبرى يعني قدرت إنها تفك لغز واقعة وجود سيارة نقل أموال. نشوف التقرير ده ونطلع فاصل، وبعده يشرف لي دكتور محمد المهدي. لن يفلت من قبضة الأمن كل من يقوم بتنفيذ أو تخطيط أي جريمة مهما بلغت دقة تخطيطه، فهو في قبضة حراس الوطن. 24 ساعة نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن القاهرة والجيزة والقليوبية في ضبط مرتكبي سرقة سيارة نقل أموال بعد قيام سائقها وعدد من شركائه في الهروب بالسيارة وبداخلها مبالغ مالية تقدر ب18,835,000 جنيه و$5,000. تبلغ من المواطنين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالعثور على سيارة نقل أموال مفتوحة بأحد الشوارع الجانبية متفرع من شارع مكرم عبيد. تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى أمكن تحديد المتهمين، وكان المتهم الأساسي والرئيسي والمخطط للعملية بالكامل هو السائق للسيارة الذي يعمل بشركة نقل الأموال. عقب تقنين الإجراءات تم عمل فريق بحث وتم تحديد الجناة وضبطهم في أماكن متفرقة في أحد الشوارع. جهود فرق البحث المشكلة تمكنت من تحديد المتهمين وضبط السائق بمنطقة العجوزة وبحوزته بعض المبالغ المسروقة. أنا كنت متفق مع ناس صحابي إن إحنا العربية تطلع وهم يطلعوا عليا ونستولى على الفلوس اللي في السيارة. خدت أنا السيارة ومشيت بالسيارة لوحدي بعد ما زملاتي ما نزلوا من السيارة، وبعد كده الناس اللي معايا دول طلعوا فضينا الشنط اللي هي في السيارة دي وفضيناها في شويلة وخدنا الفلوس كلها اللي في السيارة. وباستكمال الجهود تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة شقة مستأجرة بذات المنطقة وضبط المتهمين وباقي الأموال المسروقة. كل الشكر لوزارة الداخلية ولجميع الضباط في اسم أول مدينة نصر هنا لأنهم ساعدوا الشركة في خلال الـ 24 ساعة دي. طبعا بنشكر الكل عليها ونقدرهم جدا، متأسف لهم المجهود اللي هم عملوه خلال فترة العيد خصوصا. جهود أمنية متواصلة وتحركات سريعة تثبت العمل الاحترافي لرجال الأمن في فرض القانون تحقيقا للردع العام.